بص يا سيدي، طموح محمد علي كان عامل مشكلة كبيرة للدولة العثمانية، والمعارك اللي كانت بين محمد علي والسلطان العثماني فصل تقيل جدا في تاريخ الدولة العثمانية، وبيعتبرها المؤرخين أكبر تمرد هدد الدولة في تاريخها، وفصل مهم جدا في تاريخ المنطقة بشكل عام. وكانت معركة نزيب من أهم المعارك اللي حصلت بين الطرفين، واللي كانت سنة 1839. المعركة دي انتصر فيها محمد علي، لكنها كانت نهاية طموحه. وقبل ما ابتدي الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. معكم أحمد عوض، ودي حلقة جديدة بنسمع مني. محمد علي وصل مصر مع قوات الألبانية علشان يحارب الجيش الفرنسي، لكن محمد علي خلال 5 سنين قدر يوصل لحكم مصر بعد ما أقنع أعيان البلد أنه في صفهم، وأن رغبته توفير حياة كريمة للمصريين وحل كل مشاكل البلد. وبعد ما وصل للحكم قدر ببراعة أنه يحافظ على منصبه، وحكم مصر لفترة طويلة، وده كان حدث نادر في الدولة العثمانية. سياسة الدولة العثمانية أنها كانت دايما بتغير الولاة بتوعها علشان ما يكونش عندهم طموح الانفصال عنها. محمد علي كان عارف طريقه بكل وضوح، قضى على حلفائه اللي وصلوه للحكم، وقدر كمان يتخلص من المماليك في المذبحة المشهورة، واللي هتلاقي حلقة بتتكلم عنها تطلع لك هنا أو هنا، أو هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. محمد علي بمساعدة الفرنسيين قدر انه يوقف مصر على رجليها، سواء في عمليات التطوير او في بناء الجيش، والجيش كان فيه اسطول بحري قوي، واللي كان تحت طوع السلطان العثماني، واللي استنجد كتير بمحمد علي وجيوشه المدربة، زي اللي حصل مثلا في القضاء على الحركة الوهابية في السعودية، وبعد كده استخدمه في القضاء على ثورة اليونان، وفي كل مرة محمد علي كان على السمع والطاعة. لكن الوضع ساء في ثورة المور. محمد علي اعتقد ان الادارة العثمانية هي سبب الهزيمة. السلطان في النهاية اعترف باستقلال اليونان، ده غير خسارته للاسطول العثماني ومعاه الاسطول المصري وكمان الاسطول الجزائري. الكلام ده كان في معركة نافرين البحرية سنة 1827. بعد المعركة محمد علي صرح انه عايز يستقل بمصر عن الدولة العثمانية، وكان شايف ان السلطان فاشل في ادارة القضايا الخارجية، وان افضل حاجة انه ينفصل عنهم بحكم مصر. سنة 1831 يبتدي الصراع بين محمد علي والسلطان العثماني. قوات ابراهيم باشا ضمت ساحل الشام كله. تمر ابراهيم باشا بجيشه لحد ما وصل مدينة قونية، وهناك دارت معركة بينه وبين الجيش العثماني سنة 1832. قدر الجيش المصري انه يحقق الانتصار في المعركة دي على الجيش العثماني، وتمكن الجيش المصري من اسر الصدر الاعظم، والصدر الاعظم ده حاجة زي رئيس الوزراء دلوقتي. بعد كده يوصل ابراهيم باشا بجيوشه لمدينة كوتاهي، واللي كانت قريبة من العاصمة اسطنبول. ده كان تهديد مباشر للسلطان العثماني، واللي طلب المساعدة من الدول الأوروبية واللي نفضت له ودته العالي. هنا يظهر في الصورة العدو الأول للدولة العثمانية، القيصر الروسي بيعرض المساعدة ويبعت الأسطول بتاعه اللي يقف في مضيق البسفور قصاد قصر السلطان العثماني. الأسطول الروسي نزل 14,000 جندي في المنطقة، وهنا الصراع بقى أكبر من محمد علي والدولة العثمانية. الصراع بقى على مستوى دولي. ابراهيم بعت رسالة لابوه ويطلب منه انه يكمل لحد اسطنبول ويدخلها، لكن محمد علي رفض وقال له خليك في مكانك. محمد علي ما كانش سهل، قرر انه يلعبها بالسياسة، لانه عارف انه لو دخل الحرب مش هيطلع منها سليم، لان مهما كانت قوته فهو مش قد الدولة العثمانية وروسيا القيصرية مجتمعين. ده غير ان اسطنبول كانت مهمة للدول الكبرى في الوقت ده، وبالخصوص بريطانيا اللي كانت شايفة ان وجود صراع بين الدولة العثمانية وروسيا مهم جدا ليها، وكانت عايزة روسيا تفضل معزولة وبعيدة عن الشواطئ الاوروبية. في نفس الوقت روسيا كانت عايزة تحط رجليها في اسطنبول علشان تكون ورقة مكسب ضد انجلترا، وكمان علشان توصل لمواني البحر المتوسط، وده كان اهم سبب علشان هينعش الاقتصاد الروسي. التدخل الروسي اكبر الدول الاوروبية انها تتحرك على طول، تدخل فرنسا وبريطانيا والنمسا، ده غير روسيا اللي كانت موقعة اتفاقية تدخل عسكري مع الدولة العثمانية. محمد علي لقى الدنيا رجش، قام وقع على اتفاقية كوتاهي. بموجب الاتفاقية دي ابراهيم باشا بقى والي على أدنى، واللي موجودة في جنوب تركيا دلوقتي، ومحمد علي يبقى والي على مصر والشام. الاتفاقية فضلت سارية من سنة 1833 لحد سنة 1839. السلطان العثماني ما كانش مستريح من الاتفاقية، خصوصا انه وقعها
غصب عنه. الجيش العثماني في الفترة دي كان متدمر على ايد قوات ابراهيم باشا، والسلطان العثماني كان مستني الفرصة اللي يطور فيها جيشه علشان يخلص على محمد علي وابنه. في الفترة دي قامت ثورة في بلاد الشام على محمد علي وحكمه، ومن ضمن الأسباب انه سحب السلاح من الأهالي وأجبر شبابهم على التجنيد الإجباري. وفي كلام بيقول ان الدولة العثمانية وبريطانيا كان ورا حوار الثورة، خصوصا ثورة الدروز في لبنان. السلطان العثماني حب يستغل الأزمة وعلى طول يبعت جيشه على الشام، بس إبراهيم باشا كان مستعد بالجيش بتاعه. الجيشين يتقابلوا في مدينة نصبين ويدخلوا المعركة اللي اتعرفت بمعركة نزيب، واللي كانت يوم 24 يونيو سنة 1839. الجيش المصري يقضي على الجيش العثماني وياخد غنائم رهيبة في الحرب، زي 166 مدفع عثماني و 20,000 بندقية. أما خسائر إبراهيم باشا كانت 4,000 جندي من أصل 200,000 جندي في الجيش المصري. الانتصار ده كان عظيم جدا لمحمد علي، لكنه في نفس الوقت تهديد كبير لبريطانيا، لأن كده السلطان العثماني هيطلب الدعم من روسيا، وبريطانيا مش عايزة روسيا تدخل البحر المتوسط. وعلى طول بريطانيا تدخل على الخط وتدعم السلطان العثماني ضد محمد علي، ويدخلوا في مفاوضات طويلة. انتهت المفاوضات بأن حكم مصر لمحمد علي والأولاده من بعده، وأنه يسيب الشام للدولة العثمانية، وأن الجيش المصري هينزل من 200,000 ل 18,000 عسكري، وده اللي جه في اتفاقية لندن. محمد علي انتصر انتصار عظيم في معركة نزيب. ما تعرفش هل هو كان عايز يشيل السلطان ولا يبقى الصدر الأعظم للدولة، ولا يعمل امبراطورية جوه الامبراطورية، لكنه في الآخر قضى على طموحه بنفسه وبقى باشا مصر. والحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وتسيب لنا رأيك في الكومنتات. كان معاكم أحمد عوض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.